ولتسليط الضوء على الدعاية الانتخابية ينضم إلينا من إسطنبول الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أهلا بكم أستاذ مصطفى. أهلا بكم، حياكم الله. أبدأ معكم من ترويج المتصارعين في العراق لأنفسهم بهدف دعم برامجهم الانتخابية، ما رأيكم في ذلك؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. مع كل اقتراب لموسم الانتخابات في العراق يبدأ المتصارعون على الغنيمة بعرض منجزات وهمية وتقديم وعود كاذبة للمواطنين لترويج أنفسهم في هذا السياق، وبالتالي ما نسمعه الآن من هذه الوعود ومن هذه المنجزات يأتي في هذا السياق، وقد وصل بهم الأمر في الاستخفاف في حقوق الشعب والمواطنين إلى عد يعني إعدام بعض الأشخاص أو مصادرة أموال آخرين واحدة من منجزاتهم. هؤلاء يعبرون عن أقصى درجات الاستخفاف بالمواطنين وبحقوق الشعب بهذه الوعود وبهذه المنجزات الكاذبة. أستاذ مصطفى، يتبادل شركاء العملية السياسية يتبادلون الاتهامات بأن الوعود التي تطلق خلال هذه الأيام لا تعدو كونها دعاية انتخابية، ما دلالات هذا الصراع المحتدم برأيكم؟ كما قلنا يعني هم دائما يحاولون تقديم هذه الوعود الكاذبة والحديث عن منجزات وهمية، يعرف الشعب العراقي جيدا أنها غير موجودة على أرض الواقع. وبالتالي فهم في إطار التنافس غير المشروع وفي إطار العملية غير المشروعة كلها، يعني العملية الانتخابية باعتبارها تجري في ظل الاحتلال وناتج عنه، فهو يعني يأتي هذا التصارع بين المتنافسين على الغنيمة كما قلنا. نعم، أنت أشرت إلى الشارع العراقي بأنه يعرف بأن هذه الوعود ما هي إلا دعاية انتخابية، ما مدى صحة ذلك بأن هناك وعي لدى الشارع العراقي خاصة إذا أسقطنا ذلك على التجارب السابقة التي كلها كانت فاشلة؟ يعني في الإطار العام الشارع العراقي يعرف جيدا كذب هؤلاء وزيف وعودهم، وبالتالي هو غير يعني آمن لأي شيء منهم، أي شيء إيجابي، أي منصب يحوزون عليه فهو وسيلة لمزيد من السرقات والاختلاسات وإراقة الدماء وهكذا. ولكن الأمر لا يعني ليس محددا برغبة الشارع وقراره، نتائج الانتخابات محسومة في ضوء الحصص التي يحصل عليها هؤلاء بموجب اتفاقات فيما بينهم وبرعاية دول الاحتلال الراعية للعملية السياسية التي هي كما نعرف جيدا هي مشروع المحتل في العراق. ربما جزء كبير من هذا يعني أو جزء لا بأس به محسوم لدى أيضا لدى المواطن الذي تصادر بطاقته الانتخابية، وربما كذلك تباع وتشترى هذه البطاقات. أستاذ مصطفى، في ظل هذا المشهد الضبابي للصراع بين الساسة في العراق الجديد، ماذا تحمل الأيام المقبلة؟ تحمل مزيد من الوعود الكاذبة، تحمل مزيد من الحديث عن منجزات وهمية. رأينا رئيس النظام يتحدث قبل يوم أمس عن افتتاح جسر القديم في مدينة الموصل بعد تدميره وبعد قتل أهلها، وكأن هذا هو منجز له، والجميع يعرف أنه منجز للحكومة الألمانية التي تبرعت بالقيام بهذا الجسر. وبالتالي هؤلاء يحاولون تقديم كما قلنا مزيد من الوعود ومزيد من والحديث عن مزيد من المنجزات الوهمية، وسنشهد أيضا ربما تصارعا دمويا أيضا، فهؤلاء لا يتورعون عن شيء فعلوا هذا طيلة السنوات ال15 الماضية كلها حافلة بالسرقات والاختلاسات وإراقة دماء الأبرياء. أشكرك جزيل الشكر رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.